السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وجولة داخل غية الحمام من الألف للياء. قبل ما نتكلم في أي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتسر يطمن علينا، اللي بيكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. معلش اللي احنا بنعملش فيديوهات، بس اقسم بالله غصب على الواحد بظروف الشغل مش أكتر ولا أقل، وحشين كتير. معلش استحملونا اللي احنا ما بنعملش فيديوهات، بس هو جو الصيف ده، جو الصيف ده بيبقى مخنوق، جو بيبقى حر، بيبقى زهق، بتيجي من الشغل قبل ما بتخدم الحمامتين، فما بقاش في مجال غير اللي هو مثلا ايه في الشتاء. في الشتاء الجو بيبقى سبحان الله جميل، فبتقدر اللي انت ايه، انت ذات نفسك كده بتبقى ايه فايق اللي انت عايز تعمل كل حاجه. لكن في الصيف، في الصيف انت بتم الحر والزهق، فاللي انت يعني نفسك تعمل حاجات كتير فانت مش قادر اللي انت تعملها من الحر والجو اللي احنا بنبقى فيه. طيب النهارده ان شاء الله هناخدكم جوله كده من اول ما بنطلع من على السطح لغايه ما انا بقول لك بنبدا اللي احنا نكلف ونبدا نقشر والقصه دي. فاحنا هنعمل الفيديو ده النهارده كده مع بعضنا، فيديو يبقى كويس، في كام معلومه هناخدهم من اول السلكه لغايه طريحه الزغالين اللي سايبه فوق. تمام رجاله، طبعا انتوا وحشنا كتير، فاحنا حبينا ان احنا نعمل فيديو، مش هقول لك بقى ما اتعملش قبل كده، لا فيديو خفيف اللي هو بحيث ان انت تستمتع بالفيديو من اوله لاخره. فابقوا معنا راجعين. بسم الله ونتوكل على الله. ده اول حاجه يا جدعان، الجردل اللي انا عامله كده جايبه في ايديا وانا طالع من تحت، ده عباره عن ايه، شيح على كزبره، ده 3 رتل شيح على كزبره، يعني قيمه 3 رتل ميه عاديه في قلب حله كده، وبتحط قيمه مثلا 4 معالق كزبره ناشفه و4 معالق شيح، وبتسيبهم يضربوا في قلب بعضهم كده يغلوا على النار، وبعد كده بتبدا اللي انت تصفيهم مقدار اللي هو 3 رتل ميه. 3 رتل ميه دولت على 3 سلكات عندي، كل سلكه بتاخد رتل ميه على، يعتبر الجردل ده مش مليان لغايه الاخر، يعني رتل الشيح بالكزبره على قيمة 10 رتل مية، يبقى انت كده بتمثل السلكات دي عبارة عن 3 4 ايام 5 ايام في حتة التعب. دي وقاية، دي انا بعملها كل شهر، كل 20 يوم، كل 15 يوم، حسب ما الغزالة بتكون رايقة الدنيا تمام. ببدأ ان انا اعمل الوقاية دي 3 ايام. طب الدنيا شايفة اللي هي مش متزبطة، ببتدي ان انا اشتغل معاهم 5 ايام. ده عبارة عن اللي هو ديدان، ده عبارة عن مطهر معوي، ده عبارة عن أي حاجة، اضطرابات في حصل فرد الحمام، عسر هضمي، في مشاكل، إسهالات، القصة دي. فأنا بعمل الكلام ده كله بينقي الحمامية معايا، تمام؟ طيب بقوم بعملية اللي هو تعطيش الحمام. تعطيش الحمام ده مش لازم أرفع المسا من قدام الحمام من بالليل لغاية تاني يوم بباجي اللي أنا اتلفهم، او اللي انا باجي امسق لهم اللي هو بعد العصر او في اخر النهار، لان كده وقت الزمن بتاعك عديت ال 12 ساعه الحمام يخش في عمليه جفاف. الحمام يخش في عمليه جفاف، تيجي تحط له اللي هو الميه بتاعته هيخش ويبدا اللي هي مشاكل معاك فيما بعد. لا يبقى انا ممكن اعطش الحمام بخصوص السيف، ممكن اعطشهم من ساعه لساعتين، هو الجو اصلا ما بيبقاش مستحمل. انا رافع اول ما طلعت رحت ايه برفع المسا بتاعتي، قبل ما بخلص اخر سلكه ببتدي، يكون عدى مثلا ساعه، عدى ساعه ونص، ببتدي اللي انا امسق اول سلكه معايا. قبل ما بخلص السلكه بتاعته واظبط الدنيا بتاعتي اخش على السلكه الثانيه، فبلاقي الوقت مناسب بحيث ان انا لما اجي اقدم الكلفه بتاعتي اللي هم يكلفوا ويخشوا على الميه اللي انا مقدمها بالعلاج. طيب دولت فضلت خيركم كام زغلول كده اهو مفطومين ومحطوطين في قلب المصطبه. دولت زغلولين، دولت سحالي، دولت متربين، بيعتبر تسول كده متربين في قلب الجردل. اتنين بول ايبيد اهم، تمام يا رجاله. وادي التحضين بتاعنا اهو في قلب البيبان، فيهم كام قص كده اللي هم مفتح لهم اللي هم يتهووا. الناحيه الثانيه نفس القصه، خير ربنا برده موجود في قلب السلاكه كده، في اللي هو قصوص هنبتدي اللي احنا نحضن تحتها، وفي برضو زغالين هنا تحت الاهالي كده اهو، ربنا كرمك بقى بواحد باثنين زي ما يكون. دخل ربنا علينا يا جدعان، ربنا كرمك تحتيهم.
وادي شغلين اهم. ده بالنسبة للسلاكة التحديد بتاعتي. يبقى انا رافع المسا بتاعتي وابدأ اللي انا اطلع بقية السلاكات. نطلع كده مع بعضنا الصور ده عشان عدم اطالة الفيديو. ادي الجردة اللي انا بفضي فيه المية. دولت شوية التحديد اهم اللي هم 12 باب. بص هنا يا جدعان، هنا الشمس بتيجي كده اهو، بتبدا الوقفه على الوش ده. الوش ده كان هنا، يعني الوش ده كان كده مطرح الجرادل ده. الشمس هنا بتبدا الوقفه على الوش ده كده اهو من قيمه ساعه لساعتين، فبتبدا اللي هي تنشف معايا المسا. وعشان اهو الحمام بيقلق، ما يقلقش من على الحصى او يقوم من على زغليله من الشمس، من هي شده الشمس. فابتديت اللي انا اعمل ايه، جبت الوش كده الناحيه دي كده عشان خاطر اللي انا امنع الشمس من عليه. تمام يا رجاله، ده وش التحضين. دولت قص تحضين سايبين في قلب السلاكه. ادي الوش الغزار المستبطن هنا اهو. برده في حاجه تحت كده، ربنا يكرم كده برده ونوريها لكم كده سلاكه النسي دي، واقول لك كم معلومه عليها. ده برضو الوش ده كان خشب كله، عملت له بعمليه تهويه وعملت وش سلك اللي هو حديد اهو بالشكل ده كده. الفنا كده واخترعنا بحيث اللي هو الحمام برضو يتهوى، بحيث ان انت برضو يبقى كشف الحمام. طول ما هو الوش او الهيكل بتاعك سلك، بتبدا ان انت تكشف الحمامه بمنتهى السهوله. مش لازم ان انا اروح عند الباب، مش لازم ان انا امسك فرد الحمام، لا انا ممكن اكلفهم واقف قصاد الوش كده اهو قيمة دقيقتين كده، واشوفهم بياكلوا ايه، اللي ما بياكلش ايه، اللي راكن ايه، اللي قاعد على جنب. الكلام ده كله بمنتهى السهوله من خلال السلك. دولت فضلة خيركم كده شويه شبابات، يعتبر اولاد الموسم، برهم اللبلق الاسود ده شاب صغير القشر بندق، برده شاب صغير القشر بندق ده، الاخضر ده شاب صغير، ادي لبلق اسود برده شاب صغير، وده نفس القصة، ودي انت قشر بندق برده عيل صغير، ودي نفس القصة. فافضل اللي انا اوقفهم كده الحمامة اللي هي لما اجي افرخها الحمامة اللي فيها الزوق، ببتدي اللي انا استحسنهم واوقفهم كده اهو، مش كلهم على بعضهم. يعني انا لما ربنا بيكرم بفرخ مثلا كام واحد، ممكن احط اتنين من الحمام بوش قصير ده احطه في طريقة زغاليل وامشيهم، لان انا برده يعتبر بحط الحمام بتاع النش على الحمام بوش قصير بحيث اللي هو ايه، يزيدوا جموديه ويزيدوا حلاوه معانا. طبعا وفي الاول وفي الاخر الحلاوه دي بتاعت ربنا، احنا ما نعملش اي حاجه، احنا كسبب في اي حاجه. ادي دي سقطه كده احنا عاملينها عشان خاطر ايه، القطه كانت بتطلع لغايه هنا في طريقه زغاليل احنا سايبينها. بص طريقه الزغاليل دي بتهدر طول النهار، بتقعد هنا اهو على الشكلات وبتقعد على اللفت. وادي بقيتها اهو واقفين في قلب البلكونه. طبعا انا بطلع لهم، دي ميعاد الفزع بتاعتهم. دي الطريقه اللي انا بقول لك ابتدت اللي هي تشوط معايا اهي، خلاص هي قربت تمسك في بعضها. في شويه ابتدوا اللي هم يمسكوا العالي منهم. تتشفع في العالي كلها في قلب بعضه اهو. الصلاة على النبي، لو واضحين معاكم اهو. دي انا بعمل ايه بقى يا جدعان، باجي الصبح كده بفتح لهم وبقفل في وشهم البيبان. باجي كده ادي مسقة المية اهي، بص مسقة مية صغيرة اشربوا خلال الساعة بتاعت اللي هي الأولانية من الصبح دي أو أول ساعتين، والمسقة بتنشف معاه بالشكل ده عشان لو قاموا كنسوا في أي وقت ما ينزلوش يجروا على المسقة. في مسقة كبيرة هنا، بس أنا ومليت المسقة الكبيرة دي هتفضل المسقة مليانة قدامهم على طول. ممكن فرد الحمام يبدأ اللي هو يتشعبط في العالي في عز الشمس،
ينزل يشرب يفخر وانا مش موجود، فانا بعمل حساب الحاجات برضو اللي هي الصغيره دي، بحيث ان هو مش موجود اكن موجود كمان. تمام رجاله، انت ريحه الزغليله ايه؟ عز الشمس ده برضه لا ايه، يعني انا دلوقتي الساعة 5 وي، بص الشمس برضه ايه حامية يعتبر في المكان، فانا بفتح مجهودهم بحيث اللي هو لما يخش علينا الشتاء ان شاء الله تلاقي الحمام ده ولا يأثر بأي جو، وبسيبهم الصبح دول بحيث اللي هم يحفظوا الغية بتاعتي كويس. يعني انا دول فاكين معايا مثلا رشتين ثلاثة، ابتديت اللي انا هلمهم في قلب بعضهم، ببتدي اللي انا اطلع الصبح بسيبهم وقت كبير بحيث اللي هم بقى ايه يجيبوها من اولها لاخرها. حط الصبح عضه زيرو في قلب الارضيه، كان شويه التحديق قدامهم، تبدا الشمس تخش عليهم او يقرص عليهم الحر، يبداوا اللي هم يهدروا تحت عند اللوفت عندي كده، يقعدوا طول النهار في اللوفت كده او على الشكلات من تحت كده، يقعدوا براحتهم في قلب الدل. لكن الزغلول الصغير او الزغلول اللي بيسوي ده عبيط، هيقعد في الشمس يستحلها، هوب جسمه سخن عتش نزل شرب تعب معاك، وادي الزغلول هتاخده وتنزل اهو تعال. طبعا انا عشان بصور لكم فوقف لهم في وشهم. طبعا دلوقتي اللي هيخلص مجهوده هيبدا اللي هو ينزل يحط على الظهر معايا. خلاص الصلاه على النبي دولت اهو، انا الطريق اول انت خلاص بقى شبعت تشويط، تبدا بقى الصبح تديهم واحده في الثانيه وتاخد بعضك وبتبدا اللي انت تنزل وتسيبهم ساعتين ثلاثه قدام اللي هم خلاص بقى هيبتدوا اللي هم يمسكوا ببعضهم، وهتبدا اللي انت تديهم حصه او هتبدا اللي انت تديهم ميعاد لازما قبل ما يمشوا يشبعوا من الغيه بتاعتهم. تمام ادهم بقى الزغلول، اعتبر نفسك انت ايه مش موجود وقاموا لوحده. بس الزغلول مثلا ممكن يكون بينهك شويه، هوب نزل اهو شرب شويه ميه تعب معاه. يا جدعان تعال دي كده طريقها اللي هي خلاص ابتدت اللي هي يلا تمسك بعضها، ده اللي كان بيسقط منهم. تعال ابتديت اللي انا اشيله منهم عشان خاطر اللي هو ايه ما يقعش منهم او يدلدل منهم وزغلول يقع على حسه في اي حته.
تمام. فيهم ثلاثة هنا أصغرهم. بص هما بيقوموا يتدور، بس ده تفتح لهم وأنا قاعد عشان دولت أصغر سن فيهم. ما يجيش الطريحة دي تتشعبط في العلي. انت بص كل طريحة بتربيها بتغلط في اللي قبليها. فالطريحة الأولانية أو اللي قبل دي كان فيهم كام زغلول، ابتدوا اللي هم يقعوا منهم وهم ماشيين، فكانوا بيستنوهم عشان يقعوا على أي شوية وهم راجعين. فدولت لا، أنا أفتح لهم وأسيبهم لغاية ما يشبعوا من قلب الغية بتاعتهم. طيب دولت كده قاعدين طول النهار، الشوية دولت كده قاعدين طول النهار وشبعانين من قلب الغية. فهم مثلا اللي هم الأربعة اللي هم في الأخرة دولت فتحت لهم، يقعدوا ساعة كده في وسطهم براحتهم، وياخدوا واحدة فيهم كده قبل ما لمهم مفيش أي مشكلة، وأبدأ اللي أنا ألمهم كلهم في قلب بعضهم وشكرا ليه. مع الوقت ويبدأوا اللي هم يخشنوا معايا ببدأ اللي أنا أحطهم في وسطهم مفيش أي مشكلة. ده بالنسبة اللي احنا عاملينه كده. هنبدأ بقى اللي احنا ننزل دلوقتي نرفع المسا من قدام الأسس كلها، ونبدأ اللي احنا بقى ايه نمسق السلكات واحدة بواحدة كده. عامل انت شوية برضو كده، كان برضو مربي شوية زغاليل اللي هو الشيح بالكزبرة ده جدعان كويس قوي، او مربي شوية زغاليل برضو ممكن ان انت تديهم برضو شوية مفيش اي مشكلة. تمام يا رجالة، برضو فيديو لذيذ في كم معلومة كده. ربنا يزيد الناس كلها ويبارك لها. يلا كده احنا خلصنا، نبدا اللي احنا نقفل بقى عليهم الباب ونسيبهم، ونبدا اللي احنا ننزل من قلب الغية. فابقوا معنا كده. اخر حاجه برضو عشان نختم الفيديو بتاعنا كده اهو، هننزل تحت كده ونختم الفيديو مع بعضنا. فابقوا معنا راجعين. ورجعنا لكم تاني يا جدعان، دي اخر حاجه احنا برضو قبل ما نختم الفيديو بتاعنا. دي سلاكه النتش بتاعتنا. بقوم بعمليه اللي انا فك الحمام من بعضه اهو، او اللي انت تفديه اهو، تقوم بعمليه سيبان ليهم في قلب الارضيه كده اهو. اللي بيكون مستحسن اللي انت تسيبهم سايبين في قلب سلاكه، ما تحبسهمش في قلب مصطبه، لانك انت طول الموسم بتبدا اللي انت تاخدها من مصطبه تحطها في باب، من الباب تحطها في مصطبه. فاللي افضل اللي افضل يكون اللي هم سايبين في قلب سلاكه كده اهو اهو، مش عشان خاطر دي معموله لا، انت لو عندك حتى سلاكه حمام غزار وبتفرخ فيها قافل على الديكوره، بتبدا اللي انت تفتح للنتي بتاعتك في قلب الارضيه، او بتسيب النتي بتاعتك في قلب ارضيه السلاكه. ممكن بتسيبهم 10 15 يوم وبتبدا بعمليه بدل، ممكن تحبس النتي في قلب البيبان وتسيب الديكوره، بتقوم بعمليه فك عضل الحمام، ويبقى الحمامه محتفظه بصحتها وفيها والدم بيجري في قلب الحمامه. لان بص اهو فيهم حمامه مسوده، الحمامه دي ما كانتش بتشوف ارضيه اهي، مره واحده كده لقيتها رقبتها لفت معايا. الحمامه دي راس كنت شغال بيها، ده اللي عملته ايه، لقيت الحمامه بتكلف وهي عقدت عليها. ممكن الحمامه دي تكون يعني ايه كانت داخله لها وثبتت عليها، بس صدمه بتكلف معايا مفيش اي مشكله. دي مش عدوى يعني اللي هي تعدي الحمام، دي عادي دي ثابته عليها كده. فقمت بعمليه نسلها او تمشيطها كتفين وديل وسبتها في وسط النادي. بص متاهه ده يا جدعان، بص الزعفان بتاعها. طيب نتي دي تتساب كده شويه بقى التحديق قدامهم، شويه بقى فيتامينات لما تيجي تدي فيتامينات كده اهو، بتبدا اللي انت تحجز التحديق من قدامهم. دوره مثلا حاجه بتديها لها اللي هي مثلا ايه مطهرات معويه، بتديها اي حاجه برده ايه في السكه كده. ادي انا دلوقتي قمت
بتعطيش الحام كله. ببدأ اللي انا بقى دلوقتي ايه، اخش على اول سلاكة كده اللي انا عطشت، ابدأ اللي انا امسح لهم من الاول. تمام رجالة، فاحنا عبينا اللي احنا نشارككم كده واحدة بواحدة كده. طب انا دلوقتي لو انت عندك نتي صغيرة مربيها مثلا في شهر 12 او في شهر واحد، بتبدأ الحمامة دي تقفل سمم معاك، فبتبدأ اللي انت ممكن تلقيها الايام دي، وتبدأ اللي انت تشتغل بيها لو انت برضه عايز تفرز غلين في الايام اللي احنا فيها برضه، بحيث اللي هو يسنده معاك في حته الكلفه. عايز اللي انت تنشي طريقه زغليل برضه، دي في الاول في الاخر بس نصيحه، ما تستهلكش الحمامه بتاعتك الراس اللي انت شغال بيها ادام هي دخلت في مرحله الج. فهي النتي الصغيره تديك شهرين تشتغل بيهم، لكن حمامه الراس دي لو اشتغلت معاك يعتبر في عز الصيف، وعنقود حصاها برضو شغال ومفيش اي مشكله، وانت مراعيها بكالسيوم وفيتامينات والقصه دي، ممكن تيجي عليك في عز الشتاء وتريح معاك. فاحنا حبينا ان احنا نشارككم معانا كده جوله كده او ماتش من ضمن الايام اللي احنا بنبقى عايشينه مع الحمام كده. فنسالكم الدعاء وربنا يبارك لكم ويبارك للناس كلها ويبارك للناس اللي بتحب الخير للغير. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله. يا احلى ناس في الدنيا.